هعمل معاكم البطاطس محشية باللحمة المفرومة. شايفين جمالها حلو ازاي من غير ما تقلي، وفي طاجن واحد هتخلصي كل العزومة. يلا بينا على المقادير والطريقة، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، ونبدأ على بركة الله. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الاطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هعمل معاكم البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا، ولا قلي بقى ولا ايه ولا نلسع ايدينا. تعالوا اقول لكم على المقادير والطريقة عشان ما اطولش عليكم. عندي هنا اي كمية بطاطس حضراتكم تحبوها، اصغر بطاطس عندكم في السوق نقوها، لو ما عندكوش بطاطس صغيرة مفيش اي مشكلة، هتجيبي البطاطاية الكبيرة هتقسميها على اتنين بالمنظر ده، هتقشريها. بعد ما تقشريها هتجيب المقوار اهو، هتقوريها بالمنظر ده كده، سهلة خالص. ما تفتحهاش بس جامد عشان ايه، مش عايزينها مفتوحة جامد. نمسك البطاطاية تقوريها كده، طلع القلب بتاعها كده بس، مش شايفين ايه كتير، مبقاش رقيقة يعني ايه زي المحشي، لا احنا عايزينها ايه سميكة شوية بس كده. طبعا التقوير ده بقى مش هنرميه، هنجيب السكينة هنعمل لها ايه زي قاعدة كده من الكوع، حتة صغننة كده اشوطها عشان لما اجي احطها تقف معايا بكل سهولة. تمام، يا رب تكون الفكرة وصلت وايه وبكون سهلة عليكم. عندي هنا بقى ايه بعد ما عورت الايه البطاطس، طبعا لو انت عامله كميه كبيره حطي لها ميه عشان ما تسودش منك. عندي هنا بقى ايه لحمه معصجه على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. عندي هنا معجون من الصلصه، جايبه 4 معالق من الزيت، حاطه فيه فص ثوم ومشوحاه على النار، وحطيت الطماطم طبعا مغسولة ومتصفية كويس من القشر لغاية ما اتسبكت معايا بالمنظر ده. عندي هنا مج شوربة، شوربة بتاعت لحمة. تمام، سهلة خالص وبسيطة وسريعة، وانا معاكم كده طبعا دون ايه تقوير الكوسة اللي احنا تقوير البطاطس اللي احنا حطيناه. هنحشي كده اللحمة المعصجة، انا عاملة اللحمة المعصجة قبل كده معاكم على القناة، احشي كده ايه البطاطس بكل سهولة. تمام، بعد ما احشي البطاطس هجيب هنا ايه معجون الصلصة كده، هحطها كده في الصلصة عشان ايه اضمن ان هي تبقى مدهونة من كل ايه من كل الجنين. هحطها كده عندي الطاجن اللي انا ايه هعمل فيه، يعني سهلة خالص وجميلة خالص في العزايم، وايه مش هتاخد منك اي وقت. وايه وانصحكم ان انتوا ايه اللحمه المعصجه دي على طول تبقى عندكم في الفريزر، تبقى معصجه جاهزه عشان ايه لما يجيلك ضيوف ولا حاجه تبقى عندك الايه الحاجه سهله، طلعي طبقي حطي في الفرن خلصت خلاص الحكايه، ما ايه ما تصعبهاش على نفسك وايه ولا نقليها ولا اي حاجه. اهو هرصها كده بقى، هكمل انا كل الكمية كده عشان ما اطولش عليكم. اخر حاجة بعد ما اكمل كل الكمية هجيب هنا معلقة من الصلصة، معلقة من السمنة كده، معلقة حلوة كده من السمنة، هحطها كده ايه فوق الوش كده. طبعا هي تتوزع كلها، مستحب تكون السمنة ايه سايحة عشان تبقى ايه معاكي بسهولة، بس انا عشان ايه بصور ايه مطولش عليكم. بس كده هخلص كل الكمية بقى وهرجع لكم تاني واصل ونواصل. حبايبي اللي لسه مكمل معايا منساش اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، مستنية تعليقكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. فاصل ونواصل. خلصت كل الكمية بالمنظر ده، شايفين جمالها حلو ازاي. هجيب بقى ايه مج الشوربه، استحب يكون شوربه لحمه بتديها طعم حلو خالص. طبعا هنحط لها الملح بتاعها، اجي كده من ايه من الجناب كده
محطش من فوق الوش عشان ايه الصلصة ما تنزلش في الكوع. في الجناب كده واحط ايه الشوربة بالراحة كده اهي، نزلتها كده في الجناب اخر حاجة طبعا عشان ايه الصلصة فيها ملح والعصاب فيه ملح والايه والبطاطس ما فيهاش ملح. فاحنا هنعمل ايه، رشة ملح كده بسيطة برضو مش كتير تمام، واحط ايه رشة كده من الفلفل الاسود هتديها طعم حلو خالص برضو، رشة كده بسيطة. وعلى الفرن عدل على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، هتسويها بقى على نار هادية كده وهتاكل احلى طاجن بطاطس باللحمة المفرومة. هحطها في الفرن على درجة حرارة 200 وهرجع لكم تاني فاصل ونواصل. وادي شكل البطاطس لما طلع من الفرن، شايفين جماله حلو ازاي، بطاطس مستوية وجميلة جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.